لا 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 يما لا 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 إخواني وأخواتي كنشكركم بزاف، بقاو معايا في الخط، راني معاكم. هذا كان غير واحد طريف، بغيت نشرك معاكم، يعني بغيت نشرك معاكم هذا المقطع هذا ديال الموسيقى، واللي هو كما سمعتوا بعنوان يما. يما ديالي، يما هي أمي، هي مويمة، هي منبع الحياة بالنسبة لبزاف منا. يعني الأم بلا ما نبقى نقول راه كل شي عارف القيمة ديالها، كل شي يعني واخا نعياو نقولو ما غادي نوفيوش، يعني ما غادي نقدروش نوصلو للتعبير الحقيقي اللي نقولوا في حقها. إخواني وخواتي، قلت لكم هذا كان كادو صغير مني لكم، كنت من يعجبكم. أنا الهواية ديالي الموسيقى، ورا كاين بزاف ديال الديسك ديالي في لاباج نيت في هاد لاشين هادي كوبا شاميل، كاينين أغاني، كاين موسيقى صامتة، كاين موسيقى غربية، موسيقى شعبية، موسيقى شرقية، كاين الراي، كاين يعني كنحاول ندير بعض المجهودات اللي هي فردية وشخصية، مهمة لقد جات. وكنت كنخدم في العراسات وفي لي كاباغي، وكنت ولكن ساليت من لي كاباغي هادي مدة، هادي ساليت من لي كاباغي 2001 ما بقيت كنخدم حتى شي كاباغي، حتى شي عرس، حتى شي حاجة، إلا ولا كانت شي حاجة ديال العائلة ولا شي صديق غالي عزيز مقرب. أما غير ذلك فكنمارس الموسيقى في داري بوحدي، أنا عندي مسائل، عندي ماتيريال، عندي ما يخصني، كنمارس داكشي راسي، كنتمتع به نفسي. قلتكم إخواني وأخواتي، اليوم غادي نهضر على واحد النوع يعني ديال زعما باز. كاين شي ناس عندهم الجبهة السنطيحة، كنقولو حنا في طنجة السنطيحة، عندهم السنطيحة قوية، كيدخلو في شي حاجة تليهم بعاد عليهم وغارقين عليهم، شي حاجة تخص
يهضروا فيهم يعني ناس علماء، ناس ذوي معرفة، ناس اللي كيكونوا متعمقين في الحاجات، هما اللي خصهم يدويو في بعض المسائل. كنجيو كنلقاو راقصة كتهضر ليك في الدين، راقصة كتهضر في الدين وكتفتي حتى هي، كدير الفتوات ديالها وكدير كيفاش زعما ما فهمناش حنا هاد الوقت هذا شنو وقع، واش ما كاين، واش اليوتيوب خاص تكون فيها شي إدارة خاصة بحال هاد النوع ديال هاد الشي هذا، يكونوا كي يعني ملي كتعمل هي الفيديو في اليوتيوب يتسوبريما سور بلاص، خاصها تكون شي إدارة خاصة ديال هاد المراقبة ديال هاد النوع هذا، يكونوا على حسب الاقتراحات ديال أي دولة، وحنا من المقترحات ديالنا غيكونوا هكا، بنات بلادنا ولاد بلادنا يكونوا عليهم الرقابة في داكشي اللي كيديروا ضد الوطن وداكشي اللي كيقولوه في حق الدين وفي حق الإسلام. قلت لكم الشخصية اللي نهضر لكم عليها اليوم هي ديك الراقصة مايا، هي راقصة ديال لي كاباغي، يعني ما تعدتش الحدود ديال الكاباغي، وزيدون واخا تعدى ولا كدا كتبقى راقصة، كتبقى راقصة كتعرض المفاتن ديالها بمقابل، كتعرض جسمها والمفاتن ديالها بحال اللي قلت لكم كتعرضهم بالمقابل. اذا شنو كتسمى هذا؟ حتى هو نوع من الزينة، كتبيع جسمها. قلنا هاد الانسانة هادي هي غير راقصة في لي كباغي، كتحس براسها بحال الا هي شي شخصية شي فنانة مشهورة، وكتعلق وكتصف راسها، كتصفف راسها مع، كتصنف راسها يعني مع الراقصات الكبارات، وكتصنف راسها يعني كأنها فنانة مشهورة بزاف يعني، وهي راه ما كيعرفها حتى واحد، الا خرجنا للشارع نسقسي وغتبقى قليل اللي كيعرفها، وهي دافعة به كبير وكتحنقز وهذا. والمشكل هو انها بدات كتهضر في الدين وكتكريتيكي الدين وكتكريتيكي المسلمين على انهم يعني ناس موسخين، ناس ما كيعرفوش كيفاش يعيشوا، ناس بحال الا هي في وحدها في الدنيا اللي عايقه واللي عارفه تعيش من غير هاد الناس هادو، من غير العيالات ديالنا ومن غير بناتنا ومن غير كل شيء، هي الوحيده اللي كتفهم تعيش، وهي الوحيده اللي كت سمعتوا اخواني واخواتي فين توصل بها، فين توصلت بها الجرأة الخامجه ديالها، الجرأة المصربطه، الجرأة ديال الزنديقات ديال بنات السوق. واش كان واش كاع غادي ينتظروا من بنت السوق بحال هادي، من غير هاد الشي اللي غتقول واللي قالي، اش غنتظروا منها من غير داكشي؟ كان معروف انها غتهضر هكاك، لان باش تزكي الطريقة اللي هي عايشة فيها والعمل اللي كتعمل، وتزكي حياتها وتبينها على انها يعني حياة متوازنة وحياة كدا وعصرية، ولكن يا الخنزة، راه الدين والإسلام والدين وحق الله وداكشي ما فيش عصري ولا مودرن ولا، فهمتي؟ يا الخنزة الأخرى، يا خنزة الفم. ونقول لك ديان يا مايا يا خنزة، بأن داكشي اللي كتقول لك ترا شو ودوك لي شو وداكشي، راه عندنا في المغرب دابا داكشي وضاهم، داكشي اللي شتي وربما احسن كاع من داكشي عندنا هنا في المغرب. سيري غير اكادير وكازا ومراكش وطنجة وشوفي اش كاين، تينا باينة فيك، ما تساليتيش حتى بلادك وكتهضري غير باش تهضري، هي باش دفعي كبير يعني كت واحد لو نيفو اكسترا اوردينير دو شو داكشي خيالي.
سمعتو قالت النص المغاربة ما كيعبدش، سمع الحكمة حكم مسبق على الناس عباد الله. ها هي قذفات عاوتاني النساء اللي كيمشيو باش يصليو في الجوامع، قالت لك كيمشيو غير باش يتزوجوا باش يقلبوا على الزواج. سمعوا سمعوا، لا احكام كتحكم على الناس وكتقذف عباد الله. بأي حق باش كتقذف هادي دوك النساء ودوك الرجال؟ لا ميمكنش يصلي غير في دارو، لأن الناس كتقلب على الأجر وعلى الحسنات زايدين، لأن يا الحمارة يا الجهلة. لأن إلا مشيتي للجامع ماشي هي اللي صليتي في الدار، راه زايدة أجر وزايدة حسنات، كل خطوة راه بحسنات من دارك حتى المسجد ورجوعا كذلك. وتسمى في المسجد كتستافد وكتسمع مسائل أخرى وحاجات أخرى، ماشي بحال إلا كنتي سد عليك. سمعتي يا الجهلة؟ سمع عباد الله، دخلت بكلمة ديال كونيكت لا كونيكسيون، قالت لك تكونيكتيت بيني وبين الله. واش هاد كونيكسيون غتبقاو تدخلوها حتى بيننا وبين الله؟ حتى في الإسلام، حتى في الهضرة بينك وبين الله ندخلو الكونيكسيون، خصك الويفي باش تكونيكتا مع الله. اش هاد المنكر؟ زيدو سمعوا اخوتي. عاوتاني قالت لك عاوتاني، علاش ملي كنتكونيكتا مع الله وكندعي كيستجبني؟ انت عرفتي اش كاين اللي كت عباد الله؟ شوفي دخلت كلمات ديال كونيكسيون بينها وبين الله، جالسه وعاودتها وربما تزيد تعاودها. سمع قالت لك ماشي الا بدات تحل الصيره تقرا ايات قرانيه باش تما كتصلي. وشنا هي الصلاة؟ هذيك هي الصلاة، تحل الصيرة ووقف فوق منها وكتصلي وكتجلس باش كتسجد، عاوتاني كتسجد وكتقعد باش تحي. علاش بغيتي دين آخر على مقاسك نتيا يا الخنزة يا الخنجة يا بنت السوق؟ بغيتي دين يديروه على المقاييس ديالكم؟ إذا بغيتو تدخلوا فيه دخلوا فيه، تا عرض الأزياء ودخلوا فيه. سمع عباد الله، قالت لك هادشي اللي كتشوفو ديال القدسية وداك الشي راه 80% منو غير التمثيل، حكمات على 80% ديال الشعب المغربي على أنه غير كيمثل في الدين ديالو الإسلامي، والناس محفية راسها وتبارك الله عليهم.
تبع الدين ديالها وتبع السنة وتبع كل شيء ما قال الله وما أنزل الله، وتجي هاد الخنزة الفم هاد خمجة الفم وتقول هكاك على المسلمين. ما هاي حكمت لنا الناس، قالت لك النص في المغاربة ما بقاوش كيصوموا، بحال الا هي كانت معاهم ولا عندها مرصد خاص بها كيدير ليها الإحصاء. لأن ليلة القدر دارت هي واحد السهرة ورقصت فيها هي وشي وحدين اخرين، هي وفاطمة التاويل، داك المخنات داك المثلي ديال فاطمة التاويل، وشطحوا ردحوا في ليلة القدر وفي الساعة ديال التراويح، وهادشي علاش كيسألها هاد الشخص وهي ما قابلاش. سمع قالت لك ما عندهاش داكشي، بحال الا هي خصها الدنيا تكون صايبها على المقاس ديالها. قالت لك كتعيب علاش الناس كيكون زحامات وكيصليو في الشارع الحمارة، ما عرفاش بان الجوامع تبارك الله رغم الكبر ديالهم من كثرة المسلمين ومن كثرة الناس اللي هما مآمنين بالله المؤمنين ديال بصح، حتى ما كيبقاوش البلايص وكيضطروا يصليو في الجوانب ديال الجامع، وهذيك ما فيها حتى شي حاجة، هي ملحدة. خصني غير نسميك ملحدة دابا. سمع اش كتقول؟ قالت لك النص فيهم ما كيسمعوش كيقول الجائر اش كيقول الفقيه، والنص فيهم كينعس لان ضرب سته ديال الزلايف ديال الحريره. سمعوا ثلاث تعليقات، هذه تعليقات ديال بنت السوق، واش كنتظروا من تعليقات ديال راقصه الا هادشي هذا؟ وعاد قالت لك يجيو الناس موسخين حامضين موسخين، يعني فيهم الريحه سمع، ورجليهم موسخين. حنا اللي كنعرفوا المؤمن هو انظف شخص على وجه الارض، لان كل شويه كيتوضا رجليه، بالله العلي العظيم من الرجلين ديال داك المصلي انقى من وجهك يا الخمجة. رجل ديال المؤمن وديال المؤمنة نقي على وجهك يا الخمجة. علاش الناس الحمارة ما كيتوضاو ما والو؟ الناس راه كيتوضاو خمسة مرات في النهار يا الكلبة يا الكلبة، سمعيني مزيان، الناس راه كيتوضاو وفي كل صلاة كيتوضاو، وتقولي نسينا عليهم رجليهم خامزين موسخين يا الخنزة ديال بصح يا الخمجة. انتيا اللي خمجة وخنزة، رغم داك الزواق وداك الشي كامل راكي خمجة خمجة من التحت ومن الفوق، واللي جايبو لفيك يا عودو بالله انت الراجل طلعتي لي الدم حتى باش قلت هاد الكلمة هادي يا عودو بالله. نعم راه اللي كيمشيو للجامع قلتي خصهم يكون كيشعل، وراه كيشعلو. سيري يا الحمارة قبل الجامع ووقفي وشوفي المصلون كيفاش دايرين كيشعلو بالبيض، والنور خارج من وجههم نوجههم كي بيضين بالنور ديال سيدي ربي، راه والله ما تقدري تكملي تشوفها فيهم بقلبك الكحل يا
يا خنزة. سمع، قالت لك 80% ديال هادشي اللي كتقول راه واقع، هي متأكدة صافي، لأن صافي قالتها هي، راه هي اللي كاين، حيت قالتها الخنزة ديال الراقصة مايا، قالت هادشي هذا صافي راه هو اللي كاين، ولا دابا خصنا نبدلو الدستور ونبدلو المسائل ونبدلو يعني حتى ما جاب الله النبي، ونديرو ليها داكشي على المقاس ديالها هي وأمثالها. عاوتاني تكونيكتاو. ويعجبك ولا ما يعجبك، ويعجبك ولا ما يعجبك، شكون نتيا يا الخامجة؟ راه ما ضرب لك حتى واحد الحساب، راكي واحد الراقصة خامجة كتمشي تبيعي المفاتن ديالك لعباد الله، ويسكروا عليك، يضربوا عليك الكيسان، ويتفرجوا فيك، ويتفرجوا في أي سنتيم من الجسم ديالك، كتبيعي جسمك نتيا بعدا، راه رخيص عليك جسمك، الجسم ديالك رخيص عليك، عندك رخيص ما كيسوى والو، لأن البنات والنساء والعيالات اللي كيكون جسمهم، اللي كيكونوا عندهم شرفهم وعندهم عراض، كيكون جسمهم غالي ليهم، والله ما تشوف ليها بقعة من الجسم ديالها، والله ما تشوف ليها حتى الدراع ديال يديها كي داير، بالله. وانتيا يا الكلبة كتبيعي المفاتن ديالك بزوج فرانك، بزوج فرانك اللي ما شريت نزاه، هادشي اللي كديري انتيا في الكباريات، اللي ما شريت نزاه. وشكون غادي يتزوج بيك انتيا يا الخنزة يا الزقحة؟ شكون غادي يتزوج بوحدة دايرة بحال هكا وعندها هاد الأفكار الخامجة في حملهم في راسها؟ أفكار خامجة في راس خامج. إذا مش غادي يعطيه، واش غادي يخرجو؟ قلتكم إخواني وأخواتي، أنتم سمعتوا هاد الخنزة كيفاش كتهضر على الإسلام وعلى المسلمين، خصوصا علينا حنا على المغاربة، وكيفاش كيأديو الصلوات ديالهم، وكيفاش الأجواء ديال داكشي، وكتعيب يعني، وكتطيح وكتبخص بداكشي، عوض على أنها تبقى بعيدة وتعطي مسافة لداكشي، حيت هي ماشي من أهل الإسلام، ماشي من أهل المؤمن، ماشي من المؤمنين، خصها تعطي، خصها تبقى أديستونس، خصها تبقى يعني بيننا وبين الإسلام واحد الفرق، واحد دير حدود، ما تدخلش، ما تهدرش فيه، ما تهدرش في الإسلام، ما تعيبيش، ماشي سوقك، لأن ما عندكش دراية، ما عندكش معرفة، ما عندك حتى شي حاجة، شي سند اللي تستند عليه باش تهضري بحال هادشي اللي كتهضري يا الخنزة. وانتيا اللي فيك هو أنك خصك تبخصي باش تبيني، باش تحللي راسك، باش تبيني، باش تلقاي المبررات، هذا هو التعبير الصحيح، باش تلقاي المبررات لراسك على داكشي اللي كديري، على أفعال إبليسية، أفعال شيطانية، أفعال اللي كتدي لجهنم، ديريكت، الأفعال اللي كتقطع الوراق لجهنم، هي انتيا، انتيا هي اللي جالسة في داك الكيشي اللي كتقطعي الوراق لجهنم، انتيا بداك الأفعال اللي كديري، وأنا قلت لك ما كديري والو، وراكي رخيصة، وما كتسوى حتى فرانك، كتسوى بعض الدريهمات باش كتبيعي المفاتن ديالك وتبيعي كل شيء، يعني جسمك رخيص عليك، فكري في هاد الجملة بزاف، الجسم ديالك رخيص عليك، وفكري فيها بزاف، لأن لو كان جسمك غالي، كنتي تطلبي فيه ثمن غالي، يكون الثمن ديالو هو شي زوج صالح، شي زوج اللي يكون بيك وتكوني بيه. ماشي نتيا كتبيعي لمن ما بغيتي جسمك، وباغا تحصلي شي واحد مسكين تزوجي بيه، ها؟ هذاك اللي غتزوجي بيه وغطيحيه في الشبكة غيكون ضحية مسكين، لأن من المستحيل باش يعيش معاك نتيا راجل بنفسه عنده نفس،
بحال اللي كنقولوا المغاربه، مستحيل واش يعيش مع وحده بحالك نسيه. المغربي ما يمكنش يجي مع وحده بحالك نسيه، او لا يقتلها مسكين يضيع حياته ويمشي للحبس. هادشي اللي كاين، اللي تزوج بيك هادشي اللي خاصو، اما يطلق دغيا في اقرب وقت، ولا زاد معاك بحال والو يقتلك. علاش اودي تخرجي لنا على بزاف؟ سيري تكمشي ديها في الرقص ديالك، وبقاي تبيعي المفاتن ديالك حتى يتكمشو، حتى يوليو مكمش، حتى تولي اللحم مكمشة بحال هكا، بحال اللي كنوريك هنا، تيوري يولي صدرك هكا مكمش بحال هكا. ديك الساعة شوفي لمن ترقصي، شوفي لمن ترقصي، وشوفي لمن تبيني دوك المفاتن، المفاتن اللي غادي تكون شرفات وهرفات. يا ميا يا الراقصة ميا، وكتهضر زعما بجرأة كأنها زعما شي فنانة مشهورة، ولا كأنها شي راقصة مشهورة. وباقي في الفيديو حيت أنا بينتكم غير الطرف، كتهضر وكتجبد على فمها الفنانة الكبار بحال فيفي عبدو، بحال ديك الأخرى ديك سميتها دينا ولا هادي، وكتجبد على فمها بزاف ديال الفنانة الكبار ديال الرقص اللي معروفين، واللي عندهم رقص، رقص اكاديمي، عندهم رقص يعني اللي هو الرقص بقواعد ديالو كل شيء، ماشي الرقص ديال تبيان مؤخره قد تشطح في مؤخره وتلعد وتلعد المؤخره ديالك، دير هكا تلعد بحال هكا، وداك الشيء هذاك هو الرقص. لا يا الحماره يا الخنزه، كنتمنى الناس يبعدوا منك، وكل شيء بعد منك، لأنك ميكروب، ميكروب في المجتمع، ميكروب كينخرف في المجتمع. والخطر الكبير هو كنخافو، كنخافو منك على بناتنا الصغار، الصغارات اللي طالعين، بناتنا ديال المغرب كاملين، بنات هذا وهذا وهادي وهذا وهاديك وهادي، كاملين بنات الصغار كنخافو عليهم منك ومن أمثالك، عندك توسخوا ليهم عقلهم وتبينوا ليهم بأن هذيك هي الحياة زعما، حين أن هذيك ما حياة ما والو، الحياة الحقيقية اللي غادي ترجعي ليها في واحد الوقت، وغادي يكون سي ترو طار. إخواني وأخواتي، بحال القاعدة كنخليكم الرأي ديالكم، تانتوما عندكم الرأي ديالكم حرين فيه، وكنحترمو ليكم. ومرحبا بإخوان أخوات اللي تأبوناو، مرحبا بكم بزاف بزاف، أنا فرحان بلي زابوني اللي تزادو جداد، فرحان بيهم بزاف، فرحان بيهم، ومكرهناش يتزادو شي وحدين أخرين إن شاء الله، ويتزادو تاهما يكونوا خوتنا، ونكونوا مع جميعا جميعا، نكونوا قناة زوينة، ونبقاو نطرقوا المواضيع إن شاء الله. احسن كل مره كنحسنوا، واحنا ماشيين نتمنى من الله يعجبكم، تكون كتعجبكم محتويات. السلام عليكم ورحمه الله.